شوبينج صار أحيانا على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا، وتتصلوا فينا على بستلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. إذا بدنا نوفر مي بالغسيل، ما قلنا إلا الغسالة بجورنين يلي بتوفر مي وبتغسل بتير بسرعة، يعني ما بقى في لزوم نحط بروجرام كامل لغسل قطعتين أو ثلاثة. ومش بس هيك، أوفر بالكهرباء وبتمشي على أقل من 5 أمبير. نغسل بجرن وبنعصر بجرن الثاني، خفيفة الوزن وحجمها صغير وبتنحط بأي محل، يعني ما بتستهلكوا مساحة بالبيت وكتير سهلة بالاستعمال. فيكن تحصلوا عليها ب $149 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. ايزي برو 4-in-1 هي مكنسة وممسحة وشفاطة وبتعصر بنفس الوقت، ما بقى مضطرين نكنس وبعدين نمسح ننشف الأرض أو الباركي. مع ايزي برو بتمريقة واحدة بتكنس وبتمسح الأرض، بتنشف وبهالبساطة والسهولة. ايزي برو بتشتغل على حيالة نوع بلاط، رخام، باركي أو فينيل. ايزي برو بتشيل كل الأوساخ والغبرة والماي وحيالة سائل بثواني قليلة. هالمكنة الهاي كواليتي مكفولة لمدة 2 سنين، وبتحصلوا عليها ب $29 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55. شو أورجانيزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورجانيزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتتخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل. شو أورجانيزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة، وإلا غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز يلي بدنا. يسا مناسب كتير 55 ب 60 سنتيمتر وارتفاع 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها زهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما ذكرت براكتيكل فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضهم. ب $26 بتحصلوا عليها، والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على 3 مجانا. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم فري دليفري. كلنا منحب ناكل تابولة بس منعطى الهمفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 ساكن تابولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل 6 البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين، وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 ساكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر، بتقطعه على شقف صغيرة من دون أي مجهود، بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 ساكند تبولة مكفولة لمدة 2 سنين، وفيكن تحصل عليها ب $32 بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسه، أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة، يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب $36 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. كتير أوقات منحب نقوي عضلاتنا وما منعرف كيف. هالبوتي ماكس مكنة العصرية يلي عملت ثورة بعالم الرياضة، بتقوي لنا عضلاتنا بكل جسمنا. أول شي فيها تقوي عضلات الأرداف والقفا بنفس الوقت،
بتذوب الدهون والشحوم بتتكسر وبيصغر قياس البنطلون وبناخد الشكل الجديد الحلو لجسمنا. بالمسكات الفوقانية فينا نحرك ونمرن عضلات الكتف والإيدين. بوتي ماكس حركاتها كتير هينة وما بتتطلب قوة وبتعطي نتيجة بوقت كتير قصير. بوتي ماكس منضبها بهالطريقة وما بتاخد محل أبداً. فيكن تحصلوا عليها ب 46 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا بس سلر على 01-44-55-55. قدام نعطي الهم بس بدنا نقطع شيء بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيلا شغله بدنا اياها بثواني، بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود برسار لتسريع عمليه القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخذ محل. فيكن تحصلوا على الواحد ب 24 دولار او الاثنين ب 30 دولار بس. تصلوا بس سلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. إذا بدنا نعمل بوب كورن بطريقة صحية وسريعة ما قلنا إلا هالماشين يلي بتعملنا كمية كبيرة من البوشار وبسرعة من دون ما نزيد لا زيت ولا زبدة. بوب كورن ماشين تشتغل على الكهرباء، يعني ما بقى بحاجة للغاز ولا لطنجرة تنعمل بوب كورن. خفيفة الوزن وفينا ننقلها من محل لمحل، وأكيد الأولاد رح ينبسطوا فيها كتير وحتى فيهم يستعملوها هن بكل الأماكن. ما قلنا إلا نحط الحبوب هون وندورها خلال دقيقة أو دقيقتين وبنحصل على البوب كورن الصحي اللي بدنا إياه. هالبوب كورن ميكر فيكن تحصلوا عليها ب 42 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا بس سلر على 01-44-55-55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكن تتصلوا بس سلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.